السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة درجة اكتبات، جينا نصور فيلا مساحتها 500 متر مربع، مساحة البناء 350. هذه الفيلا اللي بنصورها في مجمع فلل، اطلالة على البحر. هذه الفلل اللي شايفينها امامكم، مدخل الفيلا من هنا، جراج لكل فيلا، اول ما نخش هنا مدخل الفيلا من هنا. ما شاء الله الارضيات كلها سيراميك فاخر. نجي هنا على اليسار في مغسله، وفي هنا دوره مياه ودور كرامه. نتوجه الصالة الرئيسية. هذه الصالة زي ما شايفين مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله. الفيلا معروضة بالأثاث، مساحة الفيلا كبيرة وشرحة. ديكورات السقفية زي ما انتم شايفين، منارات ليد. هنا في طاولة أكل، طقم كنب. في عندنا هنا مخرج للساحة الخارجية. المساحة هذه كلها تابعة للفيلا زي ما انتم شايفين، نقدر نزرع فيها ونسوي اللي احنا نبغاه تابعة للفيلا. نكمل التصوير، نجي هنا على المطبخ. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله، الشفاط، فرن الغاز، الفرن، الثلاجة، وفي مخرج أيضا للساحة الخارجية من المطبخ. هذه المساحة أيضا الحديقة تابعة للفيلا. إنارات السقف زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. هذا الدور الأول، نطلع الدور الثاني. أول ما نوصل الدور الثاني نجي هنا على اليمين غرفة الماستر. غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله مساحة الغرفة كبيرة وشرحة، لها إطلالة جميلة. إطلالة على المجمع، لها إطلالة أيضا على البحر. جزئية غرفة النوم الماستر. في هنا دولاب خاص كدريسنج روم أو كمخزن. ما شاء الله تبارك الله. هنا نجي على الحمام الرئيسي لغرفة النوم الرئيسي، مروش، كلوزت، ومخزنة، مكان غسالة الملابس. نطلع من غرفة الماستر نجي هنا يمين غرفة الماستر، نجي هنا على الغرفة الثانية. عندنا طقم الكنبة هذا أو الكرسي المفرد، بلكونة خاصة فيها. الحديقة هذه تابعة للفيلا. نكمل التصوير، نطلع من الغرفة الثانية، نجي هنا الغرفة الثالثة، مثلا غرفة أطفال مثلا.
وفي حمام خاص في الدور الثاني، حمام رئيسي عشان المغسلة والكلوزيت والمروش. ما شاء الله التشطيب جدا رائع. نطلع الدور الثالث. أول ما نوصل الدور الثالث عندنا المساحة هذه، نقدر نستخدمها في أي شيء، مثلا نخلي غرفة نوم، نقدر نستخدمها في الشيء اللي نرغبه. وفي حمام خاص للدور الثالث مع مروش وكلوزت ومغسلة. وعندنا تراس في الدور الثالث، مساحة التراس ما شاء الله وسيع. وهذه الإطلالة الجميلة على البحر. إطلالة جدا رائعة. المجمع ما شاء الله فيها كاميرات مراقبة زي ما انتم شايفين، ونظام أمان، وإطلالة من الجهة هذه على المدينة. وعندنا مركبين الساتلايت، يعني فيلا كاملة مجهزة. الخدمات قريبة من الموقع، يعني نقدر ننزلها بالسيارة دقيقتين واحنا في راس الشارع. مطاعم، سوبر ماركتات، وكل شيء موجود ما شاء الله. ملاحظين انه حتى الدرج باركي، الفيلا كلها باركي، نوعية فاخرة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.